نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ، واليوم راح نسولف البداية على موضوع الطلاق. صارت بلا ملح، يعني أكثر من 6222 حالة لحد هسه مسجلين، يعني تقريبا باليوم أكو 207 حالة طلاق. يا ترى شنو السبب؟ وما رأيك بالحب الآن في زمن السوشيال ميديا؟ رحم الله والديك صلاح، راح تطببنا قبل الموضوع. تعالوا فهمونا ايش دا يصير، اشو الحب صاير دق ولطم الطب على الستوريات كلها حزنانه، شنو القصه؟ شنو الفرق بين قبل وهسه؟ اعتقد اقرب للحقيقه، اقرب للواقع مما كان قبل. اوف ايه، يعني كان قبل بي خيال هوايه، بي مبالغه كثير وبي لا واقع كثير. استاذ علي شلون اقرب؟ انت تعرف جيل الطيبين شنو؟ جيل الطيبين كانوا يحبون حب ما زلم يطق القاط والرباط بالثنتين الظهر يضرب ركن، يقعد ينتظر حبيبته تطلع، وملاعب بالك ينتظرها حتى يروحون للمول ياكلون كريب باللوتس، لا حتى بلكت تطلع تذب الزبل، ومرات تطلع هي بس ما حاسبي، ومرات يطلع اخوها يذب الزبل، ومرات اصلا ما عندهم زبل. ايش الموضوع صار كل الزبل؟ قبل كان الحب صراحه مأساوي ويؤدي الى امراض. استاذ علي طبعا يؤدي الى امراض ومأساوي، دا اقول لك قاط ورباط بالثنتين الظهر وبتموز. مو سموهم جيل الطيبين وكانوا يعرفون يحبون؟ بعض الجيل الطيبين ولا واحد بهم يعرف الحب. صلاح ليش تضحك؟ هم الكتاكيت ليش محسسين مواليد 2000؟ تعال صدق ليش تحكون على حب قبل؟ انتوا شايفين حب قبل شلون كان؟ سجاد لا تجي، سجاد لا تروح، لا تروح سجاد، سجاد لا تروح. والله ده وقته السجاد بوكته، واحد يقول له لا تروح، واحد يقول له تعال. هو صدق سجاد وين راح؟ هذا صدري مفتوح وانت زوجتي، اضرب غسان وقتله. انا جيت حتى اشوفها وشفتها. اذا احنا محتاجين ندور بمحتوى هذا الجيل حتى نفتهم هذا الجيل شلون دي يشوف الحب. قرار هذا ابن عمي، واخلي العدانة خلي اطفر. كرار شاف ابن عمها وطفر، بينما سجاد طب بنص ولد عمها وانكتل، وهذا الفرق. زهرة حساني دندش علي اوقف وقف ويت جايبي لي حساني؟ لحظة الاعداد، حساني خط احمر، هذا انا الفانز مالته. شفت كرار؟ شفت شلون ورطت روحك؟ مو ابن عمها دي تعرفون. زهرة حساني، حساني زهرة. هسه انت بعد شلون تخلي عينك بعينها بعد؟ يما راح ينشر الصواريخ النخابره. ابراهيم الله عليك ابراهيم، انتظرني بس خلي يجي اخوي ياخذ منه الفلوس واجيب لك اياهن. والله الحقيري ابتزه، اكيد رايد معدها مبلغ كل كبير، شلون راح تدبر هذا المبلغ الكبير؟ جبت زهره بيت سي ماكو زهره صح، اريد فلوس صديقتي بالمستشفى محتاجتها كلش. اي عدها العافيه. ايش قد نطاها؟ 50,000؟ يعني 50,000 هي مبلغ الابتزاز؟ لك طيرته كشخت الابتزاز. بس اوقف لحظة، هذا منو ياها بالفيديو؟ بعده معشر، يعني شلون باتينا؟ هذا طالع وياه بالعالكس. لك ليش تطيع بس 50,000؟ شباب الله يخليكم لا تطلعونا من الموضوع، اريد ابقى بصلب الموضوع. ضربت على رجلي شكو البنية جبت منها ترجل شوية، ايش عندك وياها؟ ما عندي شيء، عاد ايش دخلك؟ كلهم يغارون منك حساني. ما حد يعرف ليش انا اعشق حساني، الممثل العراقي الوحيد اللي بنفس المشهد يعطيك اداء وانت اختار بكيفك. لكن مو عندي شيء وياها. مالك دخل حبيبي؟ لك تدخل البنيه اختي. قلت لك البنيه ايش عندك وياها؟ شلك دخل البنيه اختي؟ البنيه انا اعرف اخوها، انا صديق اخوها المقرب، قل لي ايش عندك وياها اطمطم لك السالفه. حساني نجم المفضل، انا اريد ادافع عنك، ما اريدهم يحششون عليك. بس السؤال الوحيد هسه، هي اختك لو مو اختك؟ لو شكو ماكو غير رشفته وطتك فلوسك يد مهددها، قل لي ايش عندك وياها؟ افريد اكبرها عليك؟ ما عندي اي اشكال بالموضوع. عفية بيك حساني، هاي غيرتك عجبتني، تهور وضربه، هذا مبتزي ولي. قل لي البنيه ايش عندك وياها؟ عندي شي وياها. حب الاوحد حساني، خلي يحجون عليك، بس شوفوا الإخلاص بالأداء، بحيث الولد والله ما لاحه، بس حساني كمل أداءه ولا عبالك ما حط طخه.
ليش رجلي يدورون علي؟ ترى حليتها 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 ويا الولد والله حليتها. حسان لا تشذب، ايش حليتها؟ البنيه دفعت فلوس وانت انهفيت كلها غير مرئيه، بس بالاخير وقعت وادائك كان صادق وانا حبيته. ها؟ يا هلا ومرحبا بابو مخلد، هم جيت؟ هسه انت ترحب بي وتطردني، ليش ما تجاوب على تليفونك من ادق عليك؟ تليفون؟ ها تليفوني مسوي شاحن ما ادري بي. لك بابا واحد رادك بشغله مهمه، حكايه موضوع. يا موضوع علي، رجعت الطوبه، رجعت الدوريات تفتار. راح يشيلوك؟ ما ادري. يا تابع لي دوري انجليزي النوب. يا بس سيتي السنة تعبانين ترى، مو مثل كل سنة. سيتي ما باعوا كل لاعبهم، منو بقاعدهم؟ كلهم راحوا. بس دبروني. احنا اخوتك ايش تحتاج موجودين؟ غريطي يلا تشلبت تشلبت. بس عمي تعال شوف ليفربول السنة. ويلي هذا رجع مستواه عمي. ايه. عمي هذا ماكو مدافع مثله بالتاريخ. يا هو. فرشة فان دايك. اي هذا يرسم ويدافع. لا رهيب ومحمد صلاح. عوف ليفربول، ارسنال. ارسنال. أرسنال السنة. شايف هذا شي يسوي بالنص؟ من هو؟ هذا اللي يسراوي كلار رايس. والله عبالي راح تغلط. لا مو بس هو. بعد منو؟ هذا البرازيلي مارتديلي. هذا لحم دجاج يشتغل. إيه لا رهيب رهيب. لا أرسنال شباب ويخبلون فريق كلش حلو. هذا عندهم النرويجي همينه. والديجار. هذا ينطي لهم البيت لو من ينطي بالضبط. علي الدوري الإنجليزي دوري مشتعل. صح. مو مثل الدوري الإسباني لو الإيطالي. لا لا ذاك اليوم داق إحصائيات. أموت عليك بالإحصائيات احكي. قريت إحصائيات كل فريق شنو مخصصات الخطورة مالته. تحكي صدق ذاك اليوم السيتي طوى مخصصات زوجية هم. علي دوري صعب عمي. أقول لك هو ليش يسموه البريمز ليج؟ لأن تحط القنينة يشتعل قبل. علي الأندية كلها الأندية نفس المستوى. يعني ماكو فريق قوي وفريق خفيف. لا. صح 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 الأندية الإنجليزية أسماء أسماء. مثلا أرسنال قريب مدى ياخذ الدوري يجي ستون فيلها ياخذ منه ثلاث نقاط يديحها. ستون فيلها للضبها نادي. عوف ستون فيلها شيف اليونايتد. اي والله هالأندية محتاجة سكول إسبانيا. ويست بروموج على البنوك. اي دولة خط مالكية يخبلون. عم انت تعتي للدوري الإسباني ختافي مدري شنو فيها ريال هنا الحماس هنا بالتواثي يصير كل الفرق نفس المستوى. مستر سيتي إيز يونايتد كريستان مالاس ساوث هامكم. والله كل شيء من الأمانة. بس تعرف من اللي بالقلب. أعرف والله أوه. برشلونة ولا تعوف برشلونة أنت. لا عمي وين والله لو مو يصيرون ناعور فريقي وظل أحبه طول عمري. وهم وش تيقن؟ لا تذكرني لا تذكرني. انتم كان على اساس عندكم صفقات السنه منو ما اجاكم؟ هذا ايش اسمه اللاعب؟ هذا منطو اتلتيك بالباب. يدقون خلي يطبون عيب. علاوي هذا كان قعدها للخطه وزن. شنو الخطه اللي تلعب بها لو جاي؟ مو هذا هانز فليك ايش كان ناوي يلعب؟ 3-5-2. شنو 3-5-2؟ علاوي احسبها بالمنطق. مو هو ذا لعب خمسه بالنص بعد مين يجيب مهاجمين؟ ها هاي شفره. طبعا إيه بس التأمينة تحب الدوري الايطالي يعني مو هواي بس هالسنه لازم اتابعه. ليش؟ راح نشوف بي علي جاسم. اي هذا النادي شو اسمه؟ قوموا لا خلي يقعدون خطي. ليش؟ لا هو النادي. ها النادي اسمه النوب. من يدربهم؟ منو؟ فابريغاز. هذا مو يلعب بتشيلسي؟ معود النص مال برشلونه. صدق كذب؟ اي صح برشلونه وارسنال وتشيلسي. فنك ليش جابوا فابريغاز؟ ما يصرف غير. لا بابا على مود يبنون نادي يبنون صح. نادي صح صح. لعب مثل برشلونة شنو المشكلة يا معود؟ يا مشكلة احنا فريق اقليم. يعني احنا ليش سمونا كتالونيا؟ اموت واعرف ليش سموه كتالونيا. انا اقول لك لان كل سنة هذا النادي يجيبون لاعب يكتلونه به ويدمرون حياتنا فهذا اللاعب يصير كتالوني. ها كتالوني للجمهور. اي يعني يجي يبج قلبنا يدمرنا. ومن الكتالوني مالتكم هسه؟ شنو هسه انا صار 7 سنين هو الكتالونيا مالتنا تيرشتيجن. سعم انت كتلوك كتالوني مدري شنو. المهم انت لاقي فريق تشجع. انا السنة حائرا من اشجع. تشجع انت غير مدريدي راح تاخذون ال16 شكو عليكم عمي. بس قصدك غير نادي غير ريال. اي والله غير ريال. صاحبك عافك ابو روما عافك مورينيو. اي راح تركيا ما نادي شو اسمه والله فتح بوقتي. وش لقى؟ طلعت عليه غرامات يا معود.
السياقة ملابس حزام وطبقتي بالسيارة ما أدري شلونها إيش ما أدريني إيش ما أدريني ما إن أيام الانفلات الجميل كانت سالفة تايهة الأحزام لترافيك لايت شنو هالنظام اللي جانا على غفلة هذا لأنه بينت هل قدوتني قدام العالم ترزلت رزالة أوكي بس يعني أنا بالسياقة شوي منفلت أنا مرتب وضعي بس المشكلة ذني الأشياء جني للاستوديو دازين هنا الموظفين شايفين وأنا خايف لو واحد يلقوا في الغرام بها صور شلون سواق يعني بعدين شو بس يعني. صارت شنو غريب في مالنا حبيبي في مالنا شنو هاي السواق بالشارع ها شبيهم ماكو شيء انت شايف شيء يعني انت ضارب إشارة اليوم لا ضارب باكر يعني يمكن صورتك ودزيتها المرور الموضوع مال موضوع مال اليوم السواق شبيهم السواق يخفف ويلوف من الاستدارة ما يشعل إشارة يقول لك أنا خففت يعني مبينة جاي ألوف فأنا لازم أخمن المراية مكسورة اليمنى ما يصلحها عادي بس أنت هم عندك مراية مكسورة يمنى أني؟ إيه؟ مو أني مو مخلد يطلع يسوق بالسيارة مرات فصارت حادث الحمد لله الحمد لله يشدون هارينات ما صايرة مال تريلي زين دنغاز عندي طلب واحد أريد في يوم من الأيام تجيني المكتب محضر شغلك يعني ما يحتاج هذا قلم وتليفون متطورين منو متطورين؟ أنا أسلمك جاهز ما عليك أنت وين تجاهز بالموضوع؟ أسلمك منا ومنا منين؟ شوية منا وشوية منا سواق شبيهم بعد؟ هذا شنو الزنون؟ مين طلع عنه؟ هذا الضوء العالي العالي يعمل عين يدمرها العين ما يقول ناس عيونها تعبانة عيونها مرضى أنت الناس. شايف هذا من يجيك واحد يعني عندي في التلفزيون يقول ما بدي الغاية تخليني يجيني ولا أشيء اللي مني شعلة القبال عالي على مود يعني عناد الموضوع عناد بيه هو تلقي ليل ونهار شعلة غير الزنون شنو عندك وهذول اللي يفوتون طايرين بالفرع يمشي شكو 70 من وراك ما تقول طفل حجي عائلة صح أنا ما كانت إني بس هذا اللي سيارته كيف من تدخل تلقاها وسخة يا معود هذا مسكين ليش؟ كل ما يغسلها تمطر حتى بالصيف تمطر وهذا الجلف اللي تعطل انت بالطريق جك ما ينطق هو شنو قيمته جك اقول لك يا جك كان سبير ما عندي حد جك بالسيارة وانت شعلك طبوك بالسالفة دعك على وقت شان انت اقول لك شتا شايف نفسك يعني لا تحكي وياي بهاي الطريقة اطلع منها اطلع منها لا تحكي وياي بهاي الطريقة ما احكي اتفضل انا بكيفش وقت ما اطلع اطلع اي تفضل حبيبي ما تفضل لا تصيح لا عاد ابقى هسه تفضل شلون الناس شلون حلقات مسوي لي ولا حلقة زينة موت على مربوش مربتي شو ما جاي تاكل تف اليوم ولادة زوجتي ومنتظر المدير حتى بس اخذ اجازة يا مدير غير طلعه وجابه واحد جديد بمكانه هاي شنو؟ ان شاء الله يجينا مدير ما يمنع الريوق بالدوام وما يمنع الجايز ويصلح لنا التمرين ومن ياكل يشارك ويا جماعته ما ياكل ببلاش اريد هيك مدير صباح الخير اخوان ارجو الانتباه هذا امر اداري هسه صدر بتعيينك كمدير قسم مدير قسم؟ اي استاهل اوكي جد احبني من اصير مدير هاي شنو ماكو مبروك 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 ما حلوه هاي المبروك مو من كل قلبكم نعيد مبروك الف مبروك استاذ تستاهل اهم شيء انت من عندنا وبينا بس بيها مجال تعطيني زمنيه حبيبي راح اعطيك قطع راتب يومين ليش حبيبي تريقت بالقسم تريقت بالقسم شاي ما شربت انا استاذ اقطع راتبي بس اهم شيء تعطيني زمنيه لان مرتي دا تجيب وعدها موعد ولاده اوكي يعني انت بدك تتلوق لي حتى تعطيني اجازه لا استاذ هذا مديح لا حبيبي اتلوق لي اتلوق لي وانطيك زمنيه ساعتين شلون اتلوق لي انت الرجل المناسب بالمكان المناسب ما حلوه هاللوقه قديمه اريد لوقه جديده حبيبي اتلوق لي منطيك زمنيه ساعتين انت شو ترين استاذ بالازعم عليك بس توقيعك الحلو المكيف عطلان اريد اوديه للصيانه متنا من الحر درجه ما عملته ايش توقيعي سهل حبيبي رئيس قسم ما وقع بسهولة انتظر هاي شنو هاي الريوق أمر إداري ممنوع الريوق بعد بالقسم وممنوع بعد الشاي أوكي روح بابا سوي الاستكان شاي أنا سوي لك شاي يا حبيبي تلوقي مطنق زمنية مو نوع أستاذ هذا كتاب إفاد ورشة عمل لفرنسا أوكي
وانت ايش عندك رايحه؟ استاذ مو هذا ضمن اختصاصي والكتاب جاي باسمي. عادي نبدل اسمك ونخلي اسم مديرك. المدير لازم يروح يفاد الفرنسا مو موظفه. انا اختصاصي احكي اللغه الفرنسيه وهاي الورشه راح تفيدني الي. اوكي انا هم احكي عراقي ما يراد لها شيء، استخدم مترجم جوجل وحتى للضوجين راح ادزك واجب. المخازن بعرعر. عرعر؟ اي عرعر هي لها على الحدود. تونسي. انت شو تريد؟ استاذ بلا زحمة عليك بس وقع لي الله يخليك المكيف انحمس تحمس. يا حبيبي المكيف عطلان، انت ليش تعطل؟ راح شوف شغلك. استاذ الله يخليك مرتي جاي تطلق، راح تجيب وقع لي. اوكي، انتو شنو المولود عرفتوا؟ اي ولد بالسونار. وش راح تسموه؟ راح اسمي على اسم ابويا سمير. وليد زمني الصنف، حبيبي تلوق لي، سمي ابنك على اسمي. اسمي على اسمك ليش؟ بلكت يصير مدير وبعدين اسمي حلو. ايش قد احب اسمي. استاذ الله يخليك بس وقع هنا انا والمواطنين حمسنا حمس. ارد اصلح المكيف الله يخليك. حبيبي المعرس وصلحوه، ميزانيه ما عندنا وقطع راتب يومين. ليش؟ ليش عطلت المكيف؟ املاك الدوله، ميزانيه الدوله. حبيبي عود سوى امر اداري. اوكي جيبوا لي سبلت كنتوري جديد وبدلوا لي الاثاث مال المكتب. هاني اسوي خدمه اداري وبدله بعد قول امسح لي ميوزه. امسح لي ميوزه. استاذ منين نصرف هنذني؟ ميزانيتي، ميزانيه الدوله، دولتي، منصبي. المهم استاذ هذا جدول مقابلات المواطنين المتاخره معاملاتهم، تفضل. اوكي ليش اقابل المواطنين؟ وبعدين انا ما اتحمل اخطاء الادارات السابقه. اخوان انا جدا اعتذر بس الكتاب طلع بيه غلط وطلع تشابه اسماء. يعني شنو تشابه اسماء؟ يعني انت مو مدير ترجع موظف. منصبي. تريد تسببني على اسمك مو؟ منصبي. اطلع. مكتبي. كرسي. ختمي. استاذ علي بدر قبل ما ابلش في البارت الثاني انت متاكد من كلامك هذا الجيل احسن من ذاك؟ احنا كان جيلنا جيل ضيق، جيل ما متحضر، ما عنده بروتوكول، علاقاته ضيقه. بس استاذ علي خلي اراويك الجيل الجديد شلون يفكر. وهنا انا احب اقول اني ما اريد انتقص من محتواهم ولكن محتواهم يعبر عن الحياه اللي يشوفوها. حب وعلاقات ودق ولطم وبتشي وخيانات. خلينا نبدأ بالخيانة. أحسن شيء خلا خابر على قرار ابن عمي. خلي هو يجي ساعد. خلي هو يجي ساعد حتى أنا أروح أتوكل على السور. يلا خوش. وين الخيانة بالموضوع؟ واحد يدق على ابن عمه وأنا وابن عمي على الغريب وما غريب إلا الشيطان. الشيطان إيش دخل بالموضوع؟ كملوا لي الفيديو بالله. من كان يضرب يستحبيني بس انه انا ما افيدك تمام؟ لا تفيدني غصبا ما عليك انا احبك شنو؟ ملاك انت ابدع على دراستك انت بعد شي صغيره واتمنى تخلص واحد. ماكو خيانه بالموضوع. بالعكس كرار طلع خوش ولد. اجى على بنت عمه المراهقه وقالها مستقبلك واشياء هو ابن عمها مثل اخوها وانا ابن عمي على الغريب. خاف ناسيني وتغيري؟ لا والله بالعكس انا ما انساك وكلش احبك. ها حلو كرار ما يخون ابن عمه ويا اخته، يخون ابن عمه ويا مرته. يا ابو جاني هذا الضوء. تدرين انا ليش ما عرفت؟ انا مأمن بيك حسين واحترمتك اكثر من اللازم. لا تفتهمنا غلط. لا تفتهمه غلط. يجوز قاعد يسوون زلاطه. ويا ابن عمي والله العظيم ما تستحي لك انت نزل وواحد ما يستحي والله العظيم وصوت انا دخلتك البيت امشي اطلع برا لا تطيح حظك. اخوان الخيانه الكلاسيكيه اللي اعرفها بزمننا زمن جيل الطيبين يعني وحدة تعف رجلها وتتزوج صديقة، رجال يعرف مرتدة تخونه، يعني ذي التفاصيل البسيطة. هاي شنو هاي الخيانات؟ أقول لك دير بارك على ابنك أنا خابروني عندي شغلة راح أروح دير بارك على البيت. والله هاني من واحد يقول طالع عندي شغلة قلبي يقوم يلعب. هذا ما يستاهلك والله العظيم، يعني هيك وحدة مثلك حلوة وجميلة ويجي واحد من شلون مكان ويصيح عليها وهو سكين وهاي وضعيته. لك بابا انت جاي سوى هذا اخوك يعني وبعيدا عن لوك الفسيفس اللي مسويته هي يعني اوكي يعني انت شنو عاجبك بيها؟ يعني شلون تتباوع لها؟ لكم دمرتوني. لك هذا المثل ما حد سامع به؟ مال انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب؟ ايش المثل مالتكم صار انا وياكم على كل شيء؟ كرار انت
بس انا راس بالبيت. اي يعني انت تحتاجين شيء او تبين شيء لازم تقولي لي. بس شويه وخر ايدك. ليش هيك؟ ليش؟ ترى انا ما جاي اسوي شيء. شنو هذا؟ لك شنو ما جاي تسوي شيء؟ لك جاي تحارش بمرت اخوك. قاعدين لك انت ما تستحي؟ مو عيب عليك؟ لك بابا انا اخوك وهاي شرفك وعرضك. زين كررت واحد مظلوم والعراق كله قاعد يخونك ويا مرتك، ما عندي مشكله. انت ليش دا تجي متاخر يا حبيبي؟ تعال من وقت ادري بيت له دوام هو، يعني شلون اسوي لك بصمه؟ شباب كافي كافي، غيروا لي الفيديو، غيروا لي الموضوع. متت والله متت. هاي عند الميزانيه ماكو مكربطه تكربط، وقبل يومين مطرت، شو من مطره لحد هسه ماكو، الدنيا كلها محترقه عندي. انا هذا صديقي الكهربائي هسه اجى، دليت على الميزانيه ودليت على الوايرات، كل شيء دليته حتى على الجوازات. راح يشوف شغله، انا تاخرت راح اروح للمحل. بشرفك قررنا تطلع، بشرف ابوس ايدك، ابوس رجلك، لا تطلع. لا ابقى ابقى ابقى، بس يكمل الميزانيه ابقى بشرف ابقى. مرتي. شنو يعني مرته؟ يعني هذا مبني للمهجوم لو شنو بالضبط؟ يعني المفروض اختي عيوني هسه من نقول مرته عتمن مو تزعلون من عندي. شنو اخوي محتاج شيء؟ ايه محتاج. شو تريد؟ ماي. هاكوي شو بيت؟ هتستحي ترجل؟ ايش سويت؟ شو بيت هو؟ طلع برات. انا بعد ما علق قلت لك كرار لا تروح لا تروح. فيهم شق صاير. هذا صديقك يتحارش بيه، تدري جايين ما يتحارش بيه. فاطمه انت فد وحده كذابه، والله العظيم تدرين ليش؟ هذا هاي صديقي بالذات هو الوحيد هي اللي ذكرها. قلنا لكم لا تجرونا برا الموضوع. هاي يلا هسه شلون راح تفض ما ادري. والله خلني اشوف. هسه يا خالف هسه انا راح اطلع بلكي اشوفه بالباب. انا راح اروح عند المحل. والله يعني هو طلب من البيت يا ده. والله العظيم اذا صدق فعلا بس احس بيه هيك اشيله واطقمه. يا كرار وين راح تروح؟ ادقك بسامير بالبيت؟ بس خلي احتياط شبيك. لا انت مستحيل دخلت بيتك. انت ابوك دخلك بيتك. هاي صدق تحجون؟ الاعداد حبيبي يعني راح انا اظل احكي بذني؟ ما عندنا شغل وعمل؟ بالله خلنا تشيك شنو العناوين اللي جاي بيها؟ ابوي يتحارش بزوجتي، اخوي يتحارش بزوجتي، زوجتي تخوني يا بالدليفري، زوجتي تخوني يا بالغاز، زوجتي تخوني عامل نظافه. يا اخي طلقها طلقها وارتاح. بس وين اذا طلقها لازم يسد قناه اليوتيوب. احنا شويه شاقينا وياك استاذ علي على موضوع المقارنه بين الاجيال. هنا انا احكي جديات طبعا، لان انا اشوف انه مو بس انا، فريق الاعداد كله يشوف بانه المقارنه بين الاجيال كانت ظالمه شويه، لان كل جيل ابن ظرفه. يعني لو اتيحت الجيل الطيبين الظروف اللي متاحه للجيل الحالي ممكن كان صار ثوري، ممكن كان حب الطريقه اللي دا تقول عليها حضرتك. انا كلش تعبت بعد كل هذا الحب اللي حبيت هي يعوفني وبهيج طريقة؟ لا بليز، ترى انتي سترونج اندبندد ومن، انا ما كنت متوقعة انه علاقة عابرة هيج راح تهزج. ما كانت علاقة عابرة، كنت احبه من كل قلبي. بس خلاص انتي صح، انا لازم اعوفه وانساه واتخطه واخلص من شكو شي يذكرني بيه. برافو، هذا الصح لازم تتخطين. خلاص هذا التليفون اللي جاب لي راح افلشه قدامك. صح برافو، هذا صح. تفضلي خليني اصورك وانت تكسرين بالموبايل حتى يضل ذكرى وتعرفين تتخطين. صح. ريهام ريهام، هذا تليفونك واللي انكسر تليفوني. شوفي حتى القدر ما يريدني اتخطى وانسى. والله شكل القدر فلش تليفوني. خلاص خلاص بيبي لا تبكيني، روح لشفت هالموبايل. شوفي نعتبره هو هذا الكلينكس، طلع من حياتنا ونذبه ويروح بعد ما يرجع. يعني معقوله ما راح يرجع بعد؟ بيبي عوفي خليه يولي. ما اقدر اعوفه،
أنا ما كنت متوقعتك هيك ضعيفة. أنت المفروض تكونين سترونج اندبندد ويمن. إيش داي صير؟ بس أنا حبيته. بس خلص اللي هنا وكافي. حفية. أنا قررت راح أطلع من حياتي. واليوم راح أروح أقص شعري اللي هنا. برافو، هي هاي الهام اللي أعرفها. ما دام وصلت لمرحلة قص الشعر معناته أنت راح تتخطين. بس هو كان يحب طوله اللي هنا. واللون بني غامق. لا والله، وش بابا تركي عوفي. خلص خلص راح انسى كل تفصيله تذكرني بيه. شوفي خلينا نتخلص من كل الضغوطات ونقول سويه. انا قويه، انا اتخطى، انا سعيده. شبيك؟ انا سخيفه، انا ضعيفه، أنا ثولة. إيه أنت ضعيفة، قولي إنه أنت ضعيفة، قولي ما تقدرين تتخطين. على فكرة ما كنت متوقعتك شي أبدا. لا خلص أنا قوية وأقدر أتخطى. حفية حفية، لأنه أنت سترونج اندبندد ويمن. طبعا أروح للسينما أتونس. برافو. خلي أخابره بس هالمرة نشوف فيلم أولاد رزق سوية. شبيك تتخبلتي؟ حبابة بس هالمرة نشوف بس الفيلم. أصلاً أولاد رزق شالوه من السينما. لا أنت تكذبين علي، أولاد رزق ما شالوه من السينما. لا هسه لو يجي الفيل الأزرق بنفسه ما أرجع له. طبعاً لأنه أنت سترونج اندبندد ومن. هي هاي ريهام. صح صح، بس هسه شنسى أنسى القميص اللي لنسى مائي، الجينز الأزرق اللي متشلب بيه بكل طلعة. شنسة شبيش وحبيبي اللي كنت أحبه والمفروض نسيته وتخطأته، هم كان يلبس قميص لننسى مائي وجينز أزرق. هسه بالله عرفنا أنا ليش ما أقدر أتخطى وما أنسى. أنت شبيش؟ خلاص أخذي نفس عميق. يلا يلا نفس نفس. أني قوية، أني قوية، أني سعيدة، أني سعيدة، أني أتخطى. ليش أتخطى؟ لأن أنت سترونج اندبندد ويمن. ما لك علاقة، المشهد هو اللي راح يطلع. احنا صعدة مو طبيعية. انت بس ركز بالشوية بالأداء، حاول تكون هادئ. شباب احنا نريد نسوي مشهد هادف، اوكي؟ تصنيع تصنيع. فبالبدايه البنيه وين المفروض تظهر بالمشهد؟ جيبوا لنا البنيه. لا 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 لا، تعال استريح استريح. شنو؟ شنو؟ لا الشعر ده مو انا اقول كبير، ما يفوتك شيء. ادري بك انت كلش دقيق بالتفاصيل. لا البنيه مشكله كبيره. مو اقول انا نبدي بالموضوع. امحيك من الوجود. اني راح اسوي مشهد ما حد مسويه قبلي. شوف انا اللي جبتك هنا. محتوى هادف. راح تطلع انت اخوه ودت اخونه ويا مرته. يعني الاختيار مو تحسه اوفر؟ صح انت صح. شوف انا افكر انت غلط بعد عندك ذكاء تلقف. مرات يا يعني صح. ايه ايه يطلع ابوك خلاص. لا اترجاك اخوي انا غلطان. لا لا انا غلطت لك. يطلع ابوك اكو عنده هاي شايف سوالف الحج. ايدك ابوس اوفا. لا 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 ابوك ابوك يطلع ابوك خلاص. لا 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 اقول لك تجدد لح. ها العفو انت مشتغل محتوى قبل. لا لا العفو لا مشتغل. بس يحتاج له شويه ترتيب. شعره ابيض ينصبغ وانت لا شيء يحتاج اصلا تكتب بالتعليقات شعره ابيض يتمشي. والله والجمهور ذكي ولما حخاف يلقف. انت فول بالجمهور. يبقى عندي العنوان. العنوان أزمه. عندي لازم العنوان ذكي جديد. عندي العنوان وذكي. عندك أكثر من اختيار؟ ما حط طارح. متأكد من العنوان؟ موضوع ما مطروح. أوكي يلا أموت على ما مطروح. زوجتي تخوني ويعامل النظافة. لا 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 مشكلة. لا مشكلة. أقول أنا من الصبح أكو مشكلة. أول ما طبت هاي البنية أكو مشكلة. عامل النظافة سويناه ما يصير. زوجتي تخوني ويا لوتك. هذه المشكلة بزوجته ترى. لو طلقها المحتوى كله ينتهي. اسكت. العفو العفو. إذا طلقها نسد القناة مال يوتيوب كله. صح صح. شو الحكي هذا؟ زين. عندي هذا ما حد مشتغل هذا الموضوع اساسا. زوجتي تخوني ويا ابو الاسواق. لا غلط غلط. والغلط ده يتراكم. كافي عاد اعترضي. واخيرا ابو الاسواق. لا ما يصير هذا حد. اخيرا ابو الاسواق بعيد شي يجيب للبيت كبير ما تضع الجاي مالته يعني لو شو. طبعا ليث الجمهور لماح وذكي. دقيق صح. اي دقتك كبير. لازم لازم تدقق كلش يعني
صح استلم العنوان زوجتي تخوني ويا ابو الغاز الله شنو هاي كبير شفت الاب الغاز اي لا هيك مدت ايديك هيك صح خلص روح روح يلا روح. احنا هسه ايش محتاجين بس الاداء لازم يكون صادق وتعطيني اكثر من اداء بنفس المشهد والجمهور يختار مو اني ضم البالك ضم ابني ليث ما موجود ومرته قاعده وحدها خلى استغل الفرصه واتحارش بيها استاذ يمكن حكي الناس كله قبل لا يبلش ليث مو ترهن الجمهور جمهور ذكي ولماح ادى تالم لوحدي بس اسف بنتي ارد اتحارش بيك هسه انت تدخل تكبس وتدخل مين ادخل استاذ من الباب ادخل حايط هذا استاذ حايط ما عندك خيال ممثل ما عندك خيال ها افتح تخيل باب وافتحها صح صح اسف فوت يلا لا ها لا بسرعه ها باب فتحته بسرعه ايه تمام خاف تخيل يلا تفضل شنو ابوي قاعد يخوني ويا زوجتي خلي اتاكد برافو صح طب اي تمام يلا شلون ابوي قاعد يخوني ويا زوجتي خلي اتاكد برافو صح اعبر الكرسي اعبر انتوا ايش تسوون هنا انا كبر ايش تسوي غدا تخوني ليش سوي كليتش مثلاً؟ لك ابننا تدوخ انت مسوي محتوى قبل؟ العفو مثل ده يرجف كله حط له دبه يفتحها كبير يعني تحس اوبر احكي حوارك ابني كل الحكي اللي قالت لك اياه كذب انا ما جيت يمها هي تحارشت بي صار انا عندي اعتراض صغير شنو هذا عود ابويا وحطيت له طحين وقبلت مو تحس هي يعني مو ما تتحارش بي تحسها كلش اوفر انت مسوي محتوى قبل؟ انا ما مسوي محتوى قبل لا عاد اسكت واشتغل ايش اشتغل استاذ؟ اطردها تقوم تطلع برا يلا لك ما تستحون ما تخجلون شنو هذا الدق والرقص صح انا تزوجت على مرتي بس هي تبقى الاولى ام الجهال ام البيت انا مو هيك نذل وما عندي اخلاق ويا بطلنا قط فلوس ويا وبدلنا القط بعروس ويا وراح نشبع مجدره ومقدوس وبدلنا كان يهوب يا باو هاي تتزوج علي سورية ولك كان غزرت تشريب لأكلته ويا وبطلنا أكل تشريب ويا ويقبرني وجهك يا الحبيب ويا راح يهجم علينا الذيب وقبت نار الله يستر لك هيدوني لك شلون تتزوج عليها هو احنا اكو مثلنا احنا عائله تحف وحده ما تشبه اللوخ امي تشذب وتصدق روحها ايفون 14 ايفون 15 يا حيلتي ويا ويلتي العابة ما طبيتي جامع مهرها عروس شو راضي ام المقدوس انا راضيه بحياته ما بتركه للماماته ماماته ام العطوب اسحلوا هاي مكتوب سحلي هواني موجود يا وصفه يا ابو فرهود تقبرني هالشوارب مشاني حبيبي حارب شو تقول هاي العوبة؟ لقض بيها التوبة حبيبي حيقتلوني شو بالله خيشوفوني انت شقلت لنفسك من اتزوجت على بنت اختي انا شقول الخواتي انا شقول الصديقات رجل اتزوج علي وحده وانا شعم علي غير خواتك وصديقاتها بس قل لي شو سويت لك حتى تتزوج علي شو مسويت لي؟ حبيبي قولي رمل رملات عيوني قولي حصو بحصات يا تقبرني رملات وبحصات دني حتى دا صار بالكلمة يوج عني قبر القبرج تفضل حبيبي قولي قبر أبر وأمر
تشكلني تشكل آسي. كافي. أنا تزوجت يوم عدت شيء هاي مرتي احكي وياها. عندي كم سؤال لازم اختبرها. يا اختبار بالتنظيف شركات التنظيف بتلحقها، بالغسل والكوي لوندري، بالطبخ شيف شاهين ماخذ من عندها 3 وصفات. داني كلهن سهلات، انا اختباري غير شيء. اختبري. تعال. يلا حبيبتي اختبريني. السؤال الاول. يلا. ابو عصام كم لي الابات بمحله؟ السؤال الثاني. ابو الحكم من راح لابو غالب بالسجن ايش جاب لاكل؟ السؤال الثالث. ابو بدر كم مره بسطته مرته بالاجزاء كلها؟ هاب هاب يوم هذني بسام المله مخرج العمل ما يعرف يجاوبهن. انا تزوجتها وانتهى الموضوع، وهالمره ما راح اقول لكم كلمه للتاريخ، راح اسوي لكم هوسه للتاريخ. وصلوا خبر للمطبعه. ختام الحلقة كل الشباب اللي ظهروا بالمحتويات اللي أخذناها أريد أقول لهم شيء واحد، أحبكم وأحب المحتوى اللي تقدموه، وأن يكون بسيط بالإخراج وبالنص هذا شيء جدا اعتيادي. كل المحتويات اللي يقدموها اليوتيوبرية بالوطن العربي وبالمنطقة هي محتويات بسيطة، لكن احنا أخذنا هاي المحتويات وناقشناها لسبب واحد، حتى الجمهور يشوف انتو شلون دا تفكرون، لان موضوع الخيانة وزنا المحارم وهاي التفاصيل اللي دا تنحكي هي ما جاي من فراغ، بالعكس هذا موضوع خطير ومؤشر لازم واحد يناقشه، لازم واحد يشوف ذول الشباب ويسألهم منين دا تجيب القصص مالتك، ليش دا تركزون على موضوع الخيانة داخل المنزل، الاخ اللي يخون اخوه والاب اللي يخون ابنه وابن العم اللي يخون ابن عمه. اذا هذا الموضوع موجود وشاغل حيز من تفكير الشباب، فلازم نناقش الموضوع جدي جدا، وهذا اللي أحب أراوي لإعلام وزارة الداخلية اللي بعدين راح تشوف جرائم غريبة ومركبة وما تعرف شنو جذورهن. الجذور هنا، تابعوا محتوى دول الشباب، دول الشباب محتواهم مهم وده يقدم واقع اجتماعي هم ده يشوفوه، لأنهم أقرب مني ومنك لهذا الواقع، خصوصا بالمكانات اللي بيها كثافة سكانية وبيها فقر. هاي المواضيع تتناقش بالبرامج المكوميدية، يعني تناقشت هواية، إذا تشوفوها راح تصدقون كلامي. وباب البرنامج مفتوح لكل صناع المحتوى اللي ظهروا بهاي الحلقة حتى يكونون ويانا ونقدم لهم معونة بالشكل اللي يحبوه بالشكل اللي يريدوه. نهاية الحلقة أريد أقول لكم فيما لا نشوفكم بحلقة جديدة. شوف لا بشر يفوت منا لا شيء، كل شيء ماكو. انت وين جبتنا؟ لا بلا ظل بس كيلومتر احمد. اكو واحد تونس بشوله؟ يقعد ويسكي. انت تونس بشوله؟ احمد ايش فيك؟ شبكه ماكو. شوف شوف تليفونك خابر، شوف بلكي الله يطلع لنا حيل وكل شيء. شوله لا شبكه. طلع فقور وياي يعني. شلون تجي كله من ورا الزقنب بوت مالتك؟ كله من ورا الزقنب. العد وين الزقنب؟ هذا الفقر اللي جبته. انت جبته مو انا. يعني هاي هي ماكو حل؟ راح نبقى هنا؟ هاي كانها هيك. هاي جت الشبكه. الو؟ ها باو احنا عطلان. احمد دز لموقع، دز لموقع. ماكو راحت الشبكه. خالف دز لموقع فكره الله تجي الشبكه وتوصل. راح تصدر راح تصدر. هاي صوت ديب. يعني اذا ما راح نموت من الجوع والعطش راح تاكلنا الذيابه. يعني شو نسوي اذا اجى ذيب؟ نختل بالسياره غير كله من وراك. شباب ما دام نهايتنا واضحه اريد اعترف اعتراف. اعترف انا منافق عليكم هوايه وداق هوايه بيكم الدونيه. أنا كنت البلبل اللي يحركهم يا من الدكاترة. لك ليش؟ منافق مو بيدي. والله كنت شاك بيك. شلون؟ يعني من صرت ممثل ما شعبه. شباب لعد أنا ما أسف حيل، أريد أعترف. خير شو مسوي التلاخ؟ أنا اللي خربت مال ممثل الشعبه. شلون؟ تتذكر من كنت تلم فلوس مال الحفلات وجيت للسيارة ولقيت إيدك ولقى؟ أنت أخذتهم؟ لعد من جبت هاي؟ اشتريت بين هاي السيارة؟ ايه اللي عطلت بينا بالتشول؟ ايه المال الحرام اهو، المال الحرام اهو، والمال الحرام اهو. حيدر تدري طلعت انت انظف واحد بينا؟
متوهم. انا ما اريد اعترف. علي من حكيت؟ اكون ضمنك بالكليه؟ لا. اكو واحد يحط مثل العطله اللي انت تخليه؟ مستحيل. تخيل قنعت الكليه كلها انت بيك ريحه. شباب زين حكينا كل شيء اللي بقلبنا، حتى واحد من يروح لرب العالمين يروح نظيف. انا بعد عندي شيء ضامه. ايش عندك بعد؟ شباب انا هواي كذبت عليكم. تتذكرون هاي البنيه رؤى حبيبتي رد تتزوجها؟ اي هاي اللي انت عفتها. لا هي عافتني. هي انظف بنيه عرفتها بحياتي. ومن جت قالت لي ما ارد ابقى وياك قلت لها خذي راحتك. يعني قلت لها من راح تقول لي له هيك راح يقول لك خذي راحتك. المن قلت؟ رؤى؟ يا رؤى. صاحبتك ايش بيك؟ كانت مشطل وياها. لا هي بنيه مو بورد مال الكهرباء. لك بابا يا مو صاحبتك؟ اي انا كنت مشطل وياها. انت من الوحده للثلاثه، انا من الثلاثه للخمسه، انت من الخمسه للسبعه، انا من السبعه للتسعه، وورا التسعه غطيت تعب فتروح تنام. هذا جدول مال الكهرباء مو حب، لك انا ابو نفسي العزيزه انا الثقيل تسوي بيا هيك؟ قنعت هذيك ريحه. شلون سويت هيك؟ اوه صرفت عليها كومو. انت تعرف انا بعيد الحب شنطيته؟ 10 اوراق. ها؟ ايش مدريك؟ غير اشتريت لي بهن ايفون. ليش انت كنت مشطل وياها؟ ملعونه. ورا التسعة ما كانت تنام، نبقى لثلاثة، ورا ثلاثة الله أعلم. هذا البطران لك بابا، لك هي قالت لي إنه هي مشطلة وياك، بس ورا ما تشطلت وياك، بس هي تحبني وتضحك عليك. دمشي بابا دمشي دروح، غير هي قالت لي إنه قالت لك هي كانت مشطلة وياك وتضحك عليك وتعبني إلي. لك هذا البطران لك بابا أنت غبي؟ هي جد قلت لي ورا ما راحت قلت لك انه هي قالت لي مشطله وياك بس هي تحبني وتضحك عليك. دطير غير هي جد قلت لي انه هي قالت لك انه هي قالت لي انه هي قالت لك انت مشطل وياها بس تضحك عليك وتحبني لي. لك بابا انت غبي. لك بابا هي قالت لي انه هي قالت لك انه هي قالت لي انه هي قالت لك انه هي قالت لي انه هي قالت لك. هي اثنيناتكم تشذب عليكم. شلون؟ لين كل شي ما قايلت لي. ها شباب يلا يلا قوموا دي سيارتي هناك. لك سمير زين جيت عبالنا راح نموت هنا ثيابه وسياره عطلت. اقول لك انت شلون دليتنا؟ اخو احمد دز للموقع وجيتكم. الحمد لله. بعدين انتم ما تستحون؟ اكو واحد بهذا اليوم تعطل سيارتي. ليش ايش عندك؟ خطوبتي. المن خطبت؟ رؤى. ليش ما حد قال لك شيء؟ ليش شكو؟ طلع سمير الولد ثلاثه.